السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم من إسبانيا وبالضبط من الجنوب، وبعد تساقطات مطرية مهمة شهدها الجنوب الإسباني، عودة الشمس حرارة إلى هذه المدينة ومختلف مدن الجنوب. إذن كما تشاهدون أجواء خريفية، أجواء شبيهة بتلك الأيام ديال الصيف. طبيعة الحال مرت الأمطار هنا كأنها لم تمر، فاللهم يعني ارحمنا بهذا المطر. كذلك المملكة المغربية اللي كانت منا وإن شاء الله أنه تكون فيها تساقطات مطرية على قد النفع إن شاء الله. فشكرا أخي محمد المقناوي، وتحية لجميع الإخوان والأخوات على التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بهذه اللايفات اللي كنقدموها دائما. هكذا تبدو الأجواء هنا بإسبانيا، أجواء خريفية بامتياز، حرارة مرتفعة، وكذلك هناك حركة وسط المدينة، مدينة كذلك فيها مغاربة عايشين منذ زمن طويل ومنذ تقريبا عشرات السنوات، والمغاربة يقطنون هذه المدينة الجميلة وفي مختلف المدن، في الحقيقة مختلف المدن وليس فقط هذه المدينة فقط. فهكذا تبدو الأجواء كما كتشوفوا، خريفية بامتياز، ومعروفة أيضا هذا الجنوب، هذه المنطقة نتاع كوستا دي سول معروفة بالتساقطات المطرية في هذه الأوقات نتاع الخريف، وكذلك معروفة بالشمس. تحية للناس بروكسل، وتحية لجميع الإخوان الحاضرين والحاضرات معنا هنا في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم من مركز المدينة ومن قلب المدينة أيضا. نستمر معكم دائما. مستمرين معكم في نقل هذا البث المباشر من إسبانيا، هذه الأجواء الخريفية كما كتشوفوا. وعليكم السلام سي جمال، وعليكم السلام جميع المتتبعات والمتتبعين. فاعطونا الاسماء ديالكم. سي جمال ابرشان، الصديق العزيز والمتتبع الوفي لقناة شوف تي في، حمام النجاح، عودة موفقة ان شاء الله في الايام القادمة المقبلة. فتحية للجميع، تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في. إذن هكذا تبدو الأجواء هاد الفترة ديال منتصف، هاد الفترة ديال منتصف النهار كتكون دائما فيها حركة، فيها
واحد النوع من التنقلات اللي كتكون في وسط المدينة. هذه محطة القطار كذلك عليها إقبال. أخويا حماز راك تشوف الأجواء هنا، أجواء جميلة وأجواء رائعة. فكل أيام، كل أيام ديال الأسبوع كتكون مشمسة بحال الجو هذا، فداك الشيء علاش كتلقى الناس اللي الدول اللي عندهم البرد بزاف تيجيو لهاد المناطق ديال الماربيا، بين مدينة توري مورينو فونخيرولا مالاغا كتكون الحرارة فيها ديما بحال هكذا، صيف ومشتا كتكون الحرارة هكذا، شهر واحد شهر جوج كتكون شوية البرودة شوية، لكن على عموم الأيام كتكون الأجواء هكذا. فأجواء خريفية بامتياز اللي كتشهدها هذه المدينة. أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى كذلك واحد اليوم موفق لجميع أبناء الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا ومختلف دول أوروبا. فالناس الجالية كتبونا الأسماء ديال الدول ديالهم، وان شاء الله كنوعدكم انه غي يتحل هذا المشكل هذا نتاع الحدود وهذا الحظر الصحي وهذا الشيء، فغادي نتنقلوا لمجموعه من الدول الاوروبيه اللي عايشين فيها المغاربه. هالقصبر هالحبق كلشي متوفر هنا، بس بعض النباتات اللي كاينه في المغرب كاينه هنايا. نزل فرانكفورت كنا غادي نجيو عندكم، كنا غادي نجيو قريب نجيو عندكم، لكن للاسف الشديد مع هذا الكونفينمون الجديد ومع هذه الامور فتغيرت مجموعه من الاشياء، فسمحوا لنا بزاف. كنا نطلعوا لفرانكفورت دوزلدورف، كنا نمشيو لكولن، كنا غادي نمشيو ايضا لفيسبادن، فمجموعه من المدن اللي عندنا فيها ناس مغاربه اللي ترحبوا بنا بطبيعه الحال بقناه شوف تي في لاعداد ريبورتاجات من داخل هاد المدن. اللي ساكنين فيها مغاربة بزاف، فأشكركم جزيل الشكر متتبعي قناة شوف تيفي على التتبع ديالكم الدائم، وفي هذه الجولة اللي درناها اللي شفتوا فيها من خلالها الأجواء ديال الصباح هنايا في هذه المنطقة هذه. فنعدكم بمزيد من اللايفات خلال الساعات المقبلة إن شاء الله. نشكركم بزاف على التتبع ديالكم والاهتمام ديالكم. الله يحفظك اخي فارس، بارك الله فيك. ان شاء الله غادي نجيو، غادي نجيو ان شاء الله. وفرانكفورت راه حطيناها في البرنامج ديالنا، حطيناها في البرنامج ديالنا فرانكفورت دوزلدورف، هاد المدن كلشي اللي قلت لك ان شاء الله غادي نزوروهم، غير تحرك القضيه شويه ويتحلوا الامور باش ان شاء الله نزوروا المنطقة وحنا مرتاحين إن شاء الله. شكرا بزاف الناس اللي كتبارطاجي، ما بقى لي غير نقول لكم هلاو لي فراسكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر، تبارطاجيوه باش ان شاء الله نستمروا معكم
في المزيد من اللايفات دائما. شكرا لكم المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.